السلام عليكم واهلا بيكم في عالم امين. النهارده الوصفه بتاعتنا صابون سائل، صابون مركز جدا زي ما احنا شايفين. هنعمل 5 لتر فيري اصفر، بريل اصفر، تحفه نظافه وريحه وتوفير، بتركيبه فعاله جدا في تنظيف المواعين واللباق، اي حاجه بقى، بيلمع الالومنيا بطريقه رهيبه، مركز زي ما احنا شايفين كده، بجد حلو قوي يا جماعه، لزج. وزي ما احنا شايفين اللزوجة كده على الطبق، شايفين ترك الاثر بتاعه، بجد رهيب زي ما احنا شايفين كده، شفاف وتحفة جدا. اوعى تنسى اللايك والاشتراك وتفعلي الجرس ان شاء الله لو عجبك الصابون بتاع النهاردة. اي حلة بقى لونها اتغير معاكي، وكمان تقدري تستخدميه في تنظيف السجاد، وتقدري كمان لو مثلا محتاجاه في الغسيل ممكن تحطي كوباية مع المسحوق. التركيبة تحفة جدا ورهيبة، وهنشوف المكونات قد ايه سهلة وبسيطة. النهاردة هنعمل الصابون من غير كحول، من غير زيت، من غير اي حاجة ممكن ان انتوا تبقى صعبة بالنسبة لكم تقدروش تجيبوها. واستنوني ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون معانا وصفة جديدة. لو محتاجين حاجة معينة اكتبولي في الكومنتات. كمان عندي قناة تانية، تفسير الأحلام مع أماني، بفسر فيها أحلام، ياريت تدخلوا وتدعموا القناة. أول حاجة معايا كده إيه، حوالي لتر من المية. أنا حطيت 5 كوبايات من المية، مية باردة خالص من الحنفية، ومعايا 4 معالق من النشا زي ما احنا شايفين كده، 4 معالق نشا، يعني تكون إيه كبيرة. انا بتعامل بالمعلقه اللي هي معلقه الاكل العاديه، حطيت 4 معالق. طبعا بدوب النشا كويس جدا جدا في الميه عشان ما يبقاش فيه معايا اي تكتلات لما احط بقيه المكونات زي ما احنا شايفين كده. معايا كمان حوالي 3 معالق من البطاس اللي هو الكونتوره، الكونتور، بحاول اقول يعني مصطلحات تكون في متوفره في اي بلد، معلش سامحوني مش عارفين كل الاسامي. اوعى تنسي اللايك والاشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك من عالم اماني كل فيديو جديد. وما تنسينيش في دعم القناه الثانيه، انا بفسر احلام في القناه دي واسمها تفسير الاحلام مع اماني. اللي عاوز يشترك ويفسر احلامه معايا لايف كل يوم الساعه 10 بالليل قولولي، وانا اسيب لكم اللينك في التعليقات. كده انا بدوب الصودا الكاويه او الكونتوره او البطاس، لازم من الخطوه دي، وكمان سبته يبرد خالص علشان الابخره بتاعته تطلع منه، لان الابخره دي ضاره وكمان ممكن تضر ايديا. طب فلنفترض ان مثلا البطاس جه على ايدي او طرطشها او اي حاجه لا قدر الله، وانت بتدوبيه على طول بتشطفي ايدك بالخل من غير ميه، خل على طول يبتل اثره في ساعتها. دلوقتي انا بعمل ايه؟ بعمل التكسابون بتاع الصابون بتاعي، واكون الجل عشان اعمل قوام صابون زي ما احنا شفناه كده، بجد روعة روعة. الطريقة دي يا جماعة بصراحة ما بيعادلهاش طريقة عندي، احلى طريقة ممكن تعملي بيها الصابون السائل. زي ما احنا شايفين الجل او التكسابون اللي مش ممكن تعرف تحصلي عليه من بتوع المنظفات، وعلى فكرة بيعملوه كده. يعني انا اعرف ناس كانوا فاتحين محل صبانة اللي هو محل يبيع المنظفات، وكانوا بيعملوا بالطريقة دي، وبيحطوا بقى المواد اللي احنا هنحطها، واذا كان بقى بيضيفوا اللون، بيضيفوا سواء بقى برسيل جل سواء صابون سائل حسب الوصفة اللي هيعملوه. يعني دي اساس كل وصفة زي ما احنا شايفين كده. كون معايا احلى جل، مادة جيلاتينية اللي هي بعمل بيها اساس المنظفات بالشكل ده. بعد كده عندي معلقتين من الكربوناتو اللي هي بيكربونات الصوديوم بالشكل ده، كربوناته اللي هو بنحطه احيانا في الطعمية، يعني في بعض الاكلات بتحتاج كربوناته زي ما احنا شايفين كده.
وبحط كل حاجة لازم ادوبها قبل ما اضيفها على الصابون بتاعي. لازم الخطوة دي يا جماعة عشان ما يبقاش في عندي اي تكتلات او اي حاجة تتعبني وانا بعمل الصابون. هنا بقى كان في بواقي في الكوباية فبدلقها، حطيت كده معلقة مية عليها ودلقتها تاني. بقلب كويس قوي الكربوناتو مع التكسابون بتاعي او الجل بتاع الصابون. بعد كده معايا معلقة من ملح الليمون اللي هو شبه السكر كده، برضو ملح الليمون من عند العطار، سهل الحصول عليه قوي يا جماعة، ب3 جنيه ولا ب5 جنيه، بيقعد معاكي فترة عشان تعملي الصابون. دوبته في ربع كوباية من المية، معلقة الملح الليمون، وضفتها على الصابون وبقلب كويس قوي. بتعملي منظفات اذا انت عارفة انك بتقلبي كويس قوي، لان يعني كل ما بتقلبي القوام معاكي بيتقل زي ما احنا شايفين، والمكونات بتندمج وبتديكي نتيجة احسن زي ما احنا شايفين كده. اهم حاجة في الموضوع انك تسيبي البطاطس يبرد علشان يديكي يعني احسن نتيجة بالشكل ده. معايا كمان نص كوباية من السكر، طبعا السكر هنا بيعتبر جليسرين لإيديا، وكمان بيعزز الرغوة، بيخلي الرغوة تحفة زي ما هنشوفها في اخر الفيديو. هعمل لكم اختبار وانا بغسل بيها الكوباية والطبق وهكذا، وهنشوف النظافة قد ايه جميل. لو انت لسه معايا لحد هنا اوعي تنسي اللايك والاشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك اشعارات القناة، وما تنسيش تدعميني في قناتي التانية تفسير الاحلام مع امين، قناة محتواها حلو قوي. عندك اي حلم اي مشكلة بنفسر الحلم وبنحل المشكلة. دلوقتي انا بقلب كل المكونات اللي حطيتها، طبعا لسه مكون مهم جدا هنحطه، وهو طبعا انا بعمل صابون سايل، يبقى كده انا هضيف صابون سايل من الجاهز. ليه من الجاهز مش من اللي انا عاملاه في القناة او اي نوع صابون انا عاملاه؟ علشان يبقى معايا المادة الحافظة اللي هما بيحطوها، وبيبقى كمان كمان بصراحة الصابون ده بريحة الليمون بجد جميل قوي، وكمان اداني اللون، يبقى انا وفرت كذا حاجة. بس حاسة ان اللون خفيف عليا، يعني خفيف شوية كده، ممكن احط ايه نقطة صغيرة قوي من اللون الاصفر. واللون الاصفر ده عشان كان في ناس سألتني قالوا لي ده لون طعام، لا مش لون طعام خالص، دي الوان انا بجيبها من بتاع المنظفات خاصة بالصابون. لو لسه معايا ما تنسيش بقى لايك واشتراك وفعلي الجرس. حبايبي القناة محتاجة دعم. اهي حطيت نقطة بس لون بسيطة قوي، لان هو لونه بصراحة ما كانش محتاج، يعني ممكن تكتفي بلون الصابون عادي هيبقى تحفة برضو. شايفين الصابون يا جماعة تحفة بجد جميل. يعني الصابون معاكي خلص فجأة، ما عندكيش الا كوباية، تقدري تعملي الطريقة دي بكل سهولة، كل مكوناتها عندك في البيت، هتعملي احلى صابون. هتقومي تعملي 5 لتر صابون بكوباية صابون، يعني مش حكاية، وكم معلقة نشا، بجد سهلة قوي يا جماعة. معانا دلوقتي صابون الشركات، يعني وخلوا بالكم ان الشركات كلها عشان تعمل صابون او اي منظفات لازم بتضيف البطاطس، امال هي هتعمله بايه؟ اتكلي على الله ووفري كده معايا احلى صابون، اقسم بالله خلى الالومنيوم بتبرق وتحفه جدا جميل. يعني يا جماعه بصراحه ما بستغناش عنه، وعايزه اقولك الحاجه كلها غليت، فانت كده بتوفري بجد، وفر ليكي ونظافة وكل حاجة، تقدري تحطي المكونات اللي انت حاسة انها بتنظف معاكي، زودي زي ما انت عايزة، مفيش اي مشكلة خالص. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ شايفين بقى اللزوجة بتاعت الصابون، يعني هو شفاف بس لزج وتحفة. هنختبر بقى الرغوة كده مع بعض، انا كمان مزودة مية، يعني ما تفتكروش ان هو مش هنزوده مية، لا طبعا بزوده مية زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي الرغوة حلوة قوي،
شايفين نقطة نقطة بس مع المية عملت قد ايه، وشايفين بقى التقل في الطبق واللزوجة. انا عملت في الطبق ده عشان ايه، اوضح لكم كده اختبار الصابون زي ما احنا شايفين كده. عايزة تاخدي احلى نتيجة صابون، سيبيه يومين تلاتة، سيبيه اسبوع، هتلاقيه زادت اللزوجة بتاعته وتقل اكتر. تحفة يا جماعة، شايفين الرغوة عاملة ازاي؟ تقل مفيش بعد كده. بصي بقى بصبلك الرغوة في الكوباية عشان تشوفي قد ايه غزيرة وتقيلة قوي. صابون جميل جميل جميل، ريحته تحفة، وشايفين الحاجة بتبرق ازاي. نفسي تسمعوا الصوت بتاع الكوباية كده والطبق وهما بتأزز كده من النظافة، تبرق والله الحاجة. لون طبق تاني اهو، علشان ايه يمكن الازاز ما بيبانش فيه قوي. عايزة اوريكم اللون واللزوجة بتاعته زي ما احنا شايفين كده. بصوا المنظر بيتكلم عن الصابون. جميل يا جماعة بجد.